يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح المحبة، صباح التفاؤل على مشاهدين هذه الشاشة الجميلة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء. تضامنا مع مارس شهر المرأة ويوم المرأة وعيد الأم، خصصنا لكم هذه الحلقة الجميلة بكل تأكيد ومميزة بتميز ضيوفي اللي منوريني في الاستديو، الدكتورة سيامة فاروق، رئيسة رابطة طلاب فشودة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، والمحامية المستشارة كريستينا روفائيل، مستشار النوع والطفل بمركز كويلي حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا بك. إزيك كريستينا؟ الحمد لله، نشكر ربنا. منور البرنامج. بنورك. إزيك؟ أهلا وسهلا أستاذة مزينة، وشكرا على غناء صحة وجمال على الاستضافة الجميلة عبر المنبر. بهني المرأة عامة بمناسبة 8 مارس يوم العالم للمرأة، وبهنيكم من داخل الاستديو الأستاذة رجينا ومولانا كريستينا. ربنا يخليك يا رب. صراحة أنا سعيدة، وكان نفسي من زمان شديد إنه الحلقة دي تتعمل، إنه يكون وسط الاستضافة أو في استضافة برنامج لقاء على الهواء جميلات فشودة أو جميلات بلدي. صراحة أنا سعيدة جدا. فشودة من حيث الأصالة والتاريخ، من حيث المك والسلطات وكل الحضارات الجميلة، بكل تأكيد بتزين الحلقة الليلة معايا في برنامج لقاء على الهواء، والحديث عن المرأة والتحديات التي تواجه المرأة في العالم والمرأة الجنوبية بصفة خاصة. حنتكلم عن المواجهات يا سيامة، أو التحديات اللي بتواجه المرأة عشان توصل لسلم القيادة. أولا في تحديات كثيرة جدا بتواجه المرأة عشان توصل، ففي التحديات إنه أنا أوصل للقيادة لابد إنه أنا كمرأة يكون لي بسمة في المجتمع قبل ما أوصل أكون غايب في المجتمع. جميل. يعني أنا يكون عندي إسهامات إنه في بناء بتاعت المجتمع بتاعتي، عشان انا اقدر اعرف انا هاخد الجماعه ازاي. فده من تحديات برضو انه في تباعد، وده من ضمن التحديات انه في تباعد من المراه في وسط المجتمع. تمام. هل القياده للمراه استاذه سيامه بتشوفي انه في صعوبه انه المراه تكون قايده، المراه تكون هي مثلا، يعني حتى احيانا هي يعني بيكون خلفها رجال، فالحاجه دي مرات بتشكل حاجات او خلفيات معينه. راي المستشاره كريستينا في هي طبعا انا لما اجاوب عليكي برجع للتحديات اللي بتواجه المراه المراه. يعني اول تحدي قاعد تمثل في المراه نفسها. جميل. يعني في نظرتها لنفسها انه هي مرأة وبس. ايوه، احنا مفروض نقول الكلام ده زمان، بس هسه حاليا يعني حتى النساء ما في واحده بتدي نفسها انه يقولوا لها هي مرأة وبس. اكيد يعني كان مفروض زمان الناس بتتخوف من الاسره، بتتخوف حتى من الشارع، حتى العام، حتى من المجتمع اللي احنا في وسطيهم. نظره المجتمع لينا برضه يعني بقت عبء لينا احنا كنساء، انه الواحده ما تدي المجال لنفسها تعرف نفسها هي مين بالضبط. أيوة. وتقدر تخدم المجتمع ازاي، ولا هي ممكن بكره بعد بكره تبقى قائده في المجتمع ولا لا. فالمجتمع لو ادت الامكانيه للمراه انه توري نفسها هي منو، اكيد ده بيديها ثقه في نفسها وبتقدر تبقى قائده في المجتمع. ايوه، وتعكس الصوره، وتعكس الصوره. أيوة. لانه المراه اصلا هي المراه للمجتمع. يعني المراه هي اللي بتعكس مدى بتاعت المجتمع انه هي فاهمه ولا لا. صراحه زمان المجتمع اللي بتديني حقوق بتاعتي. أيوة. انا اكيد حوري نفسي وحبهر الجميع. ايوه ايوه، انا احنا ما عايزين نخش في القواعد، نقول انه الناس كانت بتقول نص المجتمع بس. يعني صراحه حاليا الواحد بيشوف انه كل المجتمع طالما هي بتمثل مع الرجل في كل المؤسسات، سواء كانت الحكومية أو المؤسسات على القطاع الخاص، فأكيد لها دور فعال، ودائما هي سباقة لأنها هي شنو تبرز نفسها
وتعكس الصورة الحقيقية للحاجات المضافة للمرأة بكل تأكيد. هنتكلم برضو عن الدور المرأة العاملة أستاذة دكتورة سيامة، المرأة العاملة مع المهدئات للمرأة العاملة في المنزل مثلا وخارج العمل يعني، فبرضو هناك في إشكاليات بتلاقي المرأة اللي هي يعني عشان تقدر توفق بين الاثنين بيكون في صعوبة. فرايك ك رئيسة رابطة الطلاب أكيد واجهتي الحاجات اللي هنتكلم فيها، بس في الدور أنا كفتاة طبعا أو ما متزوجة فالتحدي هيختلف من المتزوجين. ممكن نسمع تمام فأنتوا اسمعوا من طبعا هي بقت نقطة حساسة جدا إنه الواحدة تحاول توفق ما بين أسرتها وما بين شغلها برا. يعني مثلا أنا كموظفة أنا عندي تحديات كثيرة بتواجهني، عندي عيال في البيت لازم أقوم الصبح أشوف احتياجاتهم إيه، يمشوا المدارس يجوا راجعين لازم أنا أراجع ليهم بجاي، عندي مسؤوليات بتاعت الأسرة بتاعي اللي بتمثل في الشخصية بتاعت زوجي وأسرة بتاعته. يعني إحنا كشعب الجنوب تلاقي المرأة ما بتقف على راجلها وعيالها بس، لا الأسرة برضه بتبقى عبء عليها هي ومن يعني غصبا عنك إنك تتحمليهم كلهم. فدي مشكلة قاعدة تواجه الناس جدا إنك إزاي توافق ما بين البيت وما بين ال يعني. فنحن مثلا لو بنتفهم احنا كأسرة بنتفهم المرأة والراجل انه احنا الاثنين سوايا فبنشيل بعض. هو انا يعني ما عايزة اقول انه يعني حتى لو سميت ما حسميه استغلال عشان ننقص من دورنا، لكن يعني لو احنا استغلينا المرأة بطريقة صحيحة هي حتشيل معاك الأبي في زمن محتاجين انه كل الايادي لازم تكون عاملة. ايوه كدا. فاذا شخص واحد شغال زي ما المثل السوداني بيقول انه الايد الواحدة ما بتصفق، وبالذات في الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه، فاذا احنا استغلينا الفرصة دي، ما حقول استغلينا المرأة طبعا احنا ما عايزين حد يستغل، فاذا استغلينا الفرصة دي بطريقة صحيحة المرأة حتقدر تلعب دور وحتساعد حتى في تربية الأبناء وحتساعد في حتى في المعيشة أو المتطلبات اليومية اللي بيحتاجها الأسرة. دكتورة سيامة، المساواة ما بين الجنسين. المساواة ما بين الجنسين طبعا لابد أن يكون في المساواة في الحقوق والواجبات. تمام يعني نحن بالذات يعني رجعنا للسنين الورا جدا، الاسر بدايه من الاسر قبل ما نمشي للمجتمع بيدوا الاولويه للذكور او للرجال. فدي بيقلل من شان المراه وما بيكون في مساواه بينتهم سواء كان في الحقوق كالمراه او في واجبات اللي هي بتقدمها للمجتمع او للدوله من حيث التنميه في كل جوانب سواء كان سياسه او اقتصاد او في الجانب الاجتماعي. فهنا دورها بتغيب، فلا بد يكون في توازن في حقوق المراه وفي واجباتها برضه اللي هي بتقدمها للمجتمع. بكل تاكيد احنا بنتمنى ذلك انه دائما يعني المجتمع بصفه خاصه يكون داعم مساند للمراه صراحه، يعني هي يعني قادره انها تكون في مراتب او في مناصب اعلى بكثير، بس هي في حوجه لمن يسندها او من شنو يساعدها. فاحنا بنتمنى انه احنا دائما المجتمع والحمد لله انه في حاجات كثيره بدات تتحرر في الوقت الحالي، يعني المراه بقت موجوده في كل المحافل زي ما احنا شايفين وبتمثل في كل المؤسسات الحكوميه حتى بتكون في موجوده في الكراسي، نقول خلينا نقول الكراسي الاماميه او الكراسي الكبيره. فدي حاجه برضو احنا تشرفنا كنساء. حنتكلم برضو يا كريستينا عن النزاعات الحاصله لنساء جنوب السودان. يعني ما بنقول احنا متاخرين، بل لدينا يعني ناس صراحة متعلمين ومثقفين لدرجات كبيرة، بس أحيانا الحروبات والنزاعات يمكن هي اللي خلت المرأة الجنوبية لسه يعني ما وصلت الحد الأعلى بكثير، ونتمنى إنه إحنا نوصل مع مرور الزمن بكل تأكيد. يعني طبعا يعني النزاعات اللي حاصلة أثرت فينا كثير. أيوة. يمكن النساء بصفة خاصة هم اللي يتحملوا الأبع طبعا الأبع الكبير. أيوة. في النزاعات اللي حصلت بتلاقي النساء هم اللي رفعوا عيالهم وجروا بيهم. أيوة. النساء هم اللي ضحوا
الوحده تترك دراستها تمشي تشتغل عشان تسند الراجل مثلا عشان تعول الاسره حتى العيال الصغيرين يقوم يمشوا المدارس. فتلاقي كذا ستات يعني متعلمات خريجات بس انا ما عارف امشي اشتغل في وظيفه هيجيني دخل بسيط ما حقدر اقدم حاجه لاسرتي، لا انا هضطر ان اشتغل اي عمل اخرى مثلا تجيني دخل كتير عشان انا اقدر اعول الاسره بتاعتي وما يبقوا محتاجين لحاجه. يعني بس رغم تعلمنا يعني ومقدرات اللي عندنا احنا ما بنقدر نمشي نشتغل في الحتات الكبيره دي ليه؟ لانه احنا ما لقينا وقت ناهل نفسنا اكثر. يعني حتى الجامعيه مثلا ما انف انك تقوم تشتغل في حته كبيره مثلا لازم تاهل بنفسك. فاحنا ما عندنا المجال انه احنا ناهل ليه؟ لانه علينا اسر وحاليا الناس يعني التاهيل والتدريب هو يعني حاليا الفعال في المجتمع. حتى دول كثيره سبحان الله الدول الحاليه اللي شغاله بالتنميه البشريه هي متطوره اكثر شغاله كل ما تم تنميه البشر كل ما كانت هناك ايادي عامله كل ما كان في استثمار كل ما كان بكل تاكيد في تطور. وحنتكلم والدوله حترتقي اكيد طبعا بكل تاكيد ونتمنى ذلك واحنا ماشيين بكل تاكيد والله في دولتنا في المسار الصحيح ونتمنى انه الناس دائما يعني تمشي للمسار الصح من اجل بناء الوطن. يعني حنتكلم دكتوره سيامة رئيسه رابطه الطلاب فشوده بالجامعات والمعاهد العليا، طبعا دي حاجه ما بسيطه، فحنتكلم عن تجربتك. يعني انا ما عارفه انك انت اول انسه يتم تنصيبها للمنصب ده. يا سلام، هو فعلا في تحديات جميل وحدث كثير زي ما احنا تكلمنا عن تحديات بتواجه المراه تمام. عشان توصل لقياده اكيد انا واجهني تحديات ما حنقول برضو وبس انا ما بشوف التحديات دي بيمنعني انه انا مثلا اخدم في المجتمع بتاعي حتى لو حواجز انا لازم اكسرهم عشان انا اوصل واكيد يعني. وانا بشكر طلاب ومجتمع شلو بمصر طبعا يعني صراحه يعني شوف انه المسؤوليه بحجم يعني كبير انه احنا موجودين يعني يمكن فوق الحاجه 6000 او اكثر من كده طالب فصعب جدا انه يعني انه سيامه صراحه قدرت ان يعني تجتاز المرحلة دي يدل هذا يدل على إنه إحنا قادرين إنه إحنا نتحمل مسؤولية أكبر من كده. طبعاً فحكاية إثبات طبعاً أن تثبت ذاتك إنه أنت قادرة كمرأة لأنه المجتمع مثلاً في المعايد وفي المعارض ولا كله مننا وجه نظر. فمثلا في زول بيقول مثلا انا ما بعرف اني المراه تمام فبرضه اكيد قابلني مواقف انه مثلا يعني لو حصل الموقف بالليل انت كمراه هتنزلي كيف؟ يعني او هتلحقي الطالب كيف؟ فانا بنفسي قلت انا اول حاجه في مجال انساني فلو لا قدر الله حصل حاجه انا لازم اكون اقرب زول انه انا شنو انقذ حياه الانسان سواء كان طالب او اي كان يعني طالما انت طلعتي في المجتمع انك تاني حاجه تخدمي بالضبط هو المسؤوليه طالما انا قبلت انه انا عايزه اخدم في المجتمع بتاعتي مهما كان الوقت ومهما كان التكلفه اللي انا هقدر اساعد بها الطالب انا لازم اتكلف. فبالاضافه لبرضه انه نحن في الغربه كطلبه فنحن لازم نشيل بعض كاخوه قبل كل شيء يا فدي انا ما كنت شايفه انه ده 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 عايق قدامي انه انا كبنت ما ممكن ترعس وبجد حسي انا بشيد البنات فشوديات والسنه دي طبعا هنا على شعب انتخابات في اثنين بنات ما شاء الله مترشحات في الامانه العامه وانا بتمنى لهم توفيق وهم يثبتوا ذاتهم ويثبتوا للمجتمع انه المراه قادره بكل تأكيد والله زي ما قلت لك إنه المسؤولية صراحة يعني ما بسيطة جدا من إنك أنت حتكوني مسؤولة من ملفات يعني طلبة بمختلف الكليات والتخصصات صراحة يعني ما حاجة قليلة وإحنا عارفين يعني الطلبة طبعا الشغف بيكون واصل لغاية وين من أحيانا برضو زي ما أنت ذكرتي الجانب الإنساني يعني يمكن طالب يكون مريض أكيد حيكون محتاج لك في المقام الأول. في طلاب أحيانا حتى يعني بالذات فترة الكورونا إحنا لاحظنا انه كان حتى تم اخلاء المراكز المدن الجامعيه فدي برضو كانت يعني على حصل برضو طبعا لكن احنا من الظروف اللي حصل احنا عملنا استراتيجيه معينه عشان لقدر الله حصل الظروف. فاهم حاجه طبعا هو السكن
لازم يكون في مأوى طبعا. فطبعا نحن اول حاجه ده الحاجه نحن خطينا الغدر على حصل اي حاجه من المدن اللي هم ساكنين فيه نحن شنو نحن نرجع لهم. بالاضافه للمجتمع شوله برضه كان ساند لنا جدا وكنا موفرين على انه في اسر هتقبل طلبه انه وفي فعلا في اسر عملت على كده صراحه يعني انا شاهدت على ذلك. ايوه فبجد شكر خاص لكل امهات وابهات الموجودين هنا برغم الطلبه اللي هنا معظمهم يعني من غير اسر بس أيوة هم ساندين للطلبه هم ملجا دائما لكل الطلاب يعني. ايوه بكل تاكيد انا بقدم لهم شكر برضه والتقدير. نتمنى انه يكون في تكاتف زي ما انت قلتي انه احنا طالما احنا طلبه واحنا يعني ما متواجدين مع اسرنا فاحنا محتاجين انه احنا نضافر جهودنا مع بعض نسند نفسنا مع بعض نجيف حد بعض عشان نسند بعض وكلها هي يعني سنين وحتمر يعني فاحنا يعني لازم انه احنا ناس لابد يكون انه الناس سند لبعض دي الحاجه المفروض تكون مطلوبه. دكتوره سيامة استاذه سيام كريستينا حنتكلم عن تصعيد المراه في كافه حقوقها يعني طالما يعني حضرتك شغاله في مركز والمركز اكيد برضو داعم وفعال للمراه برضو من الجانب الانساني يعني. هو طبعا احنا في الفتره دي محتاجين انه يعني نقدم توعيه اكثر بالنسبه للمراه ونمكنها في كل المجالات. جميل. عشان تقدر يعني تقدم وتبحرنا بالحاجات اللي عندها. ف يعني انا لو ما اديت الزول ما عرفته في الاول حقوقه ايه ما عارف امكنه من حقي انه انا اعرف حقوق المراه لان حقوقها هي اللي بتساعدها انه تتقدم في المجالات المختلفه. فلما تديها المجال توريها حقوقها هتكسب صغتها في نفسها هتعزز الصغة في النفس دي زي ما أختنا سيامة كانت عندها صغة في نفسها وقدرت تقود موكب بتاعت الطلبة لبر الأمان. فأكيد المرة لما تديها حق بتاعها وتعرف حقوقها وين بيزودها صغة بنفسها بتثبت وجودها بالصورة المطلوبة كل تأكيد. إحنا كنترول بيشاور لنا لكن في سؤال لابد انه يعني نساله انه حنشارك فيه كلنا انه احنا انا كمراه جنوبيه او استاذه دكتوره سيامة او المستشاره كريستينا الرؤيه المفروض احنا نشوفها فتيات ونساء جنوب السودان او النظر المفروض نتغير به احنا كنساء جنوب السودان المطلوب يعني. اول حاجه اللي مطلوب انه المراه تطور نفسها وفكريا ثقافيا تمام ويعني تحقق احلامها وطموحاتها وهي دائما تكون يعني دافع لحقوقها او هي لازم تكون طالبه حقوقها من المجتمع تكون مصدر الهام لاخواتها برضه يعني كده أيوة. للاخريات برضه يعني وهي برضه كل ما المراه بتكون عارفه حقوقها بتكون مستغله بتكون واعيه يعني الانسان المثقف اكيد واعي وعنده ادراك بحقوقه وواجباته تجاه المجتمع. فانا طبعا على صغة تام برغم ان انا بشوف السوشيال ميديا على الجروبات بتاعت بنات بجد في دور ايجابي بس المجتمع ما حسيت بها. فانا بتمنى من الجنوبيات برضه هم شنو يبرزوا الدور ده وعشان المجتمع برضه يقتنع بهم. المستشاره برضه كريستينا حنسمع انك برضه يعني مدربه في مجال التنميه البشريه اكيد عندك برضه نصايح للمراه الجنوبيه او لو انت بتشوفي اسلوب معين المفروض هي تتغير به وتوصل للاحسن يعني. انا طبعا في الوقت ده بقول انه كل واحده ايا كان مره ولا بنت تحقق ذاتها في الاول طبعا. يعني تشوف نفسها في الاول قبل ما تحاول تفكر في حاجات ثانيه تحقق ذاتها تنمي من نفسها لانه انت لما تحقق ذاتك يعني حتخلي الناس تحترمك ايوه وده حيزود ثقتك في نفسك ويخلي المجتمع يشاركونا في الشغل يعني يكون في مساواه فعلا. ايوه يعني لما انا مثلا ابقى مستغله مكانه في دوله بتاعتي ولا في مجتمع بتاعتي الناس ما تنظر انه هي لقت الحاجه دي بدافع حاجه ثانيه ولا لا في حاجه ثانيه خلتنا هي تصل الحته دي لا بمجهودي انا لازم يعني امكن نفسي ابقى مؤهله واثبت لهم انه لا انا الحاجه دي جبتها بجدارتي ما حد اللي طلعني ليها. وطبعا كده احنا حيترتب يعني مجتمع حتبقى لها اثار جانبيه ملحوظه وملموسه
بكل تأكيد. لما كل زول يبقى واخد حقته بحقه حقيقي. ونتمنى انه يكون في تغيير ملموس على ارض الواقع لكل الفتيات وكل السيدات لجنوب السودان، وكل واحده تنال ما تتمناها من الرضا واثبات الذات. وصراحه يعني انا مبسوط انه تلبيت الدعوه، وكان نفسي انه الحديث يطول بس نسبه لتغيير الزمن احنا حنختم الحوار، بس بكل تاكيد لنا لقاء ان شاء الله ثاني. مستشاره كريستينا كنت ضيفه عزيزه علي، شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه. دكتوره سيامة شكرا ومرحبا بكم للمره الثانيه، وصراحه نورتوا البرنامج وكثير سعيده بكم. اعزائي المشاهدين لغايه هنا وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، استنونا الاسبوع اللي جاي بكل تاكيد حلقه جديده وضيف جديد. الى اللقاء.